طلبات استثمار جديدة للأردن هل سبب نجاحنا في ملف الكورونا هو سبب ما هو واقع الاستثمار اليوم وهل فعليا نحن قادرين على أن نبني ملف وواقع استثمار جديد كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في أصل الحكاية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتود صباح الخير صباح النور بداية قبل أن نتحدث عن طلبات الاستثمار الجديدة لنعرف بداية شو واقع الاستثمار أصلا عنا يا بالأردن يعني للأسف الشديد الاستثمار في الأردن في حالة تراجع، مه. الاقتصاد الأردني خلال العقد الأخير السنوات العشرة الأخيرة كان يمر في وضع استثنائي، مه. معدلات النمو الاقتصادي كانت هي متراجعة مقارنة إلى ما قبل عام 2009 2008، مه. كان معدلات الاست... النمو الاقتصادي تصل ما بين 7.5 إلى 8% بينما بعد عام 2009 بدأ التراجع إلى أن استقر في السنوات الأخيرة نحو 2% أو ما دون وهذا هذا المعدل من النمو الاقتصادي هو يعتبر يعني أقل بكثير من معدلات النمو السكاني مما أثر تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي العام وأثر على معدلات البطالة والتشغيل في البلاد الواقع أنه في السنوات الأخيرة أيضا الاستثمار المباشر تراجع بشكل ملموس <applause> على سبيل المثال في عام 2018 تراجع بمعدل 52% مقارنة لعام 2017 واصل تراجعه في عام 2019 ونحن نعلم في عام 2020 النصف الأول هو يعاني الاقتصاد الأردني كما تعاني اقتصادات العالم من تراجع كبير نتيجة فيروس كورونا صحيح بس بدي أسألك بدي... 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 <applause> تحكي عن سنة 2009 كان بدأت تسجل الأردن حالات تراجع 2018 2000 لحد 2018 وصل يعني من 2009 لحد 2018 نعم من 2009 لغايه 2019 نعم طب نعم. هل اثر فكره لما كانت المنطقه جميعها ملتهبه من تقريبا 2011 لحد 2018 ايضا كانت الجوار عندنا كله ملتهب واتجهت بعض الاستثمارات الى الاردن لانه هو المحل الوحيد الامن هل هذا الحكي دقيق ونحن ما عرفناش نستغل هذه الاستثمارات ام فعلا لم يتوجه الاستثمار العالمي الى الاردن لا واقع إذا بدنا نتحدث يعني تاريخيا عن استفادة الأردن من المنطقة بشكل عام و الظروف الاستثنائية اللي مرت فيها عدد من الأقطار العربية نتحدث عن مرحلتين مرحلة التسعينات ومرحلة ما بعد عام 2000 هذه مرحلتين مرت في تاريخ الأردن بشكل يعني قوي جدا في التسعينات يعني شهد الاقتصاد الأردني نموا ملموسا في هذه المرحلة وخاصة أنه خرج من أزمة 88-89 ودخل في حالة انتعاش نتيجة العلاقات الاقتصادية العربية خاصة العراق وكذلك الأمر في عام 2000 و 2000 وما بعدها على عام 2000 وأيضا يعني رافق هذه الفطرة عودة حوالي ثلاثمائة ألف من الأردنيين من الخارج ومعهم استثماراتهم استثماراتهم واستثمرت هذه وساهمت في دفع عجلة الاقتصاد لذلك شهدت تلك المرحلتين تطور ونمو اقتصادي ملموس وكان هذا التطور يعني بمتوسطه يفوق الستة بالمائة أو ستة ونص إلى سبعة وكانت يعني حالة إيجابية لكن للأسف الشديد أن هذا النمو الاقتصادي لم يت باتجاه بناء البنية الاقتصادية التنموية الأساسية وهي الاقتصاد الحقيقي الصناعة والزراعة والسياحة يعني جرى نمو في هذا الجانب ولكنه ليس في الشكل المطلوب وكان معظم النمو جاي من اتجاه التجارة والعقارات والقطاعات الأخرى التي لا تراكم على المدى البعيد يعني قاعدة اقتصادية قوية تخدم البلاد في حالة الظروف والتحديات الاستثنائية نعم احنا بنحكي عن ازمه اقتصاديه يمر بها العالم من ضمنها الاردن بسبب جائحه كورونا <applause> وايضا نتحدث عن أتوقع تغيير لشكل الاقتصاد لربما بعد الأزمة وأيضا توجهات مختلفة تحديدا مثلا فيما يخص التكنولوجيا وإلى آخره أين نحن اليوم في الأردن من شكل الاقتصاد الجديد إذا صح التعبير أو من التطور التكنولوجي حتى نواكب العالم حتى نخرج من هذه الأزمة يعني هو الواقع حتى يعني نستطيع أن نواكب ما يجري في العالم علينا أن نتخذ سلسلة من الإجراءات التي تخدم الاستثمار وتحفز الاقتصاد الأردني المستثمر معني ببيئه استثماريه معني بان تتوفر له عماله مدربه وجيده ومستواها ممتاز نحن في هذا الجانب نحتاج الى تطوير مؤسسات التدريب المهني في البلاد من اجل اعداد العماله ومن اجل توفير فرص العمل لهؤلاء حتى لا تتسرب الى الخارج، هذا من جانب، من جانب اخر ايضا الاستثمار الاردني يعاني او المنتج الاردني بشكل عام يعاني من عدم تنافسيته امام المنتجات الاجنبيه سواء في السوق المحلي او في الاسواق العربيه او العالميه، والسبب في ذلك بان هناك كلفه عاليه للمنتج الاردني، هذه الكلفه هي تعود بالاساس الى ارتفاع نسبة الضرائب على مدخلات الإنتاج ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج هي مرتفعة وبالتالي هذه تؤثر تأثير مباشر على كلفة هذا المنتج مه. إضافة إلى ذلك أن هناك تاريخياً كان في الأردن سياسات تفضيلية للقطاعات المنتجة مه. للاقتصاد الأردني هذه السياسات التفضيلية تراجعت في السنوات الأخيرة مه. على سبيل المثال كان هناك يعني تمويل بـ بـ بأسعار بفائده اقل للقطاعات الانتاجيه، الصناعه، زراعة منتجات حتى يعني السياحه وغيرها من القطاعات المهمه في البلاد، هذا تراجع واصبحت الصناعه تعاني وتدخل في في تنافس مع القطاعات التجاريه الاخرى بدون ان تحصل على اي ميزه خاصه، من جانب اخر ايضا السياسه الضريبيه كانت هناك سياسه تفضيليه للقطاعات المنتجه، على سبيل المثال كان الصناعه لها يعني نسبه ضريبه اقل من نسبه ضريبه القطاعات أخرى وكذلك يعني السياحه وكذلك هذه كانت يعني حتى حتى في قطاع التعليم وقطاع الـ الـ العلاج السياحه العلاجيه وغير ذلك كل ذلك كان له سياسات تفضيليه م. القانون الاخير لضريبه الدخل الذي صدر في عام 2018 الواقع انه يعني كان ساوى أو وحد العبء الضريبة بين القطاع الصناعي أو القطاعات المنتجة والقطاعات التجارية وهذا كان خطأ كبير يفترض أن يعاد النظر في هذا القانون بحيث أن يعطى سياسات تفضيلية للقطاعات المنتجة التي تسهم في تطوير القطاع في دعم الاقتصاد الأردني بشكل مباشر من هنا نعتقد بأن هناك ضرورة من أجل تحفيز الاقتصاد باتخاذ سلسلة من الإجراءات إضافة إلى كل هذه الملاحظات لابد من النظر في كلفة الطاقة الطاقة عندنا مرتفعة جدا آه على سبيل المثال الكهرباء، مم. الكهرباء يعني هي عنصر رئيسي في الصناعة وبالتالي لابد من تخفيضها ومن هنا لابد من الدخول في اعادة بناء او هيكلة القطاع الكهربائي، قطاع الطاقة مم. في هذا الجانب، عندنا يعني لغاية هذه اللحظة وفق المعلومات الرسمية من الشركة, الشركة, الشركة الكهرباء الشركة الوطنية للكهرباء بأن كلفة أه الواحد كيلو واحد أكثر من 8 قروش بينما هناك إمكانية لبناء طاقة أه بديلة الطاقة الشمسية بكلفة لا تتجاوز الـ 15 فلس يعني قرش ونصف وبالتالي يعني هذا بأثر بشكل مباشر اذا كان دخلنا في هذا الميدان، حتى نطور الصناعه، حتى نطور الزراعه، علينا ان نطور الطاقه، اضافه الى كل ذلك لابد من الاشاره الى ان نسبه الضرائب التي تفرض على المحروقات، على المشتقات النفطيه وهي سلعه ارتكازيه تؤثر تأثير مباشر على الاقتصاد، مرتفعة جدا علينا أن نعيد النظر في سياسة العبء الضريبي التي تشكل يعني عائق أمام تطور ونمو الاقتصاد الأردني حدثنا عن طلبات الاستثمار الأرقام اللي عم تحكي الطلب و لاستثمار جديد و800 لتوسعة استثمارات أساسا موجودة يعني انا ابارك هذه الجهود التي يعني يجري الحديث عنها وان كنا لغ يعني ليس لدينا تفاصيل او معلومات نبارك مثل هذه الجهود نحن بامس الحاجه لمثل هذه الخطوه لكن شريطه ان نقدم على خطوات اخرى بحيث ان نوطن هذا الاستثمار ان لا يكون عابر على البلاد وبالتالي يواجه صعوبات ويخرج كما خرج من قبله استثمارات مشابهة على الجهات الرسمية ان تقدم على خطوة هامة جدا باتجاه تحفيز الاستثمار عبر توفير المزايا والدعم المباشر للمستثمرين حتى يستمروا في هذا الاستثمار ويجري تشجيع للجهات الاخرى المعنية في الدخول للسوق الاردني. الاردن لديه الامكانيات، الامكانيات الواسعة، علينا ان نطور هذه الامكانيات على الصعيد القوى البشرية لدينا إمكانية جيده <applause> على صعيد ايضا يعني المكونات او يعني البنيه التحتيه للتنميه والاستثمار هي متاحه ومتوفره لدينا لدينا يعني ثروة هائلة جدا يمكن استثمارها بشكل جيد لكن علينا ان نوفر كل المزايا الضرورية حتى نوطن هذا الاستثمار وان لا يتعرض الى الهروب مرة اخرى. نحن نلاحظ في الوقت الذي نتحدث عن توطين استثمار وعن تشجيع استثمار نلاحظ ايضا في هذه المرحلة بان هناك شركات تعاني من الاعصار وتعاني من الافلاس وتعاني من التوقف وبالتالي علينا ان اولا نوقف حالة التدهور في هذا الجانب الاقتصادي حتى لا ينعكس سلبا على المشاريع الجديدة نعم أنا بدي أستغل وجودك أستاذ فهمي يعني الحديث عن الاستثمار طبعا يطول وسنسهب أيضا في الحديث عنه كنا قاعدين عم نحكي عن بيئة استثمارية جيدة وضرائب المحروقات والطاقة لربما هدول أربع عوامل رئيسية يجب العمل عليها من أجل تحسين بيئة الاستثمار لكن منذ بداية أزمة كورونا طلع حديث، ربما هو حديث مختلف للكثير من الخبراء السياسيين، منهم من كان يقول أن شكل الاقتصاد العالمي الحالي كورونا ستدمره لأنه يثبت أنه هو فشل ولم يستطيع مثلا حماية الكثير من الناس على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين قالوا بالعكس هذا الاقتصاد العالمي اليوم سيغير من شكله وسيصير أكثر شراسة في المرحلة المقبلة نبن إجراءات جديدة وسياسات جديدة شكل الاقتصاد شكل حياتنا بعد هذه الفترة هل فعلا سيتم إعادة هيكلة شكل الاستثمار أم سوري عفوا الاقتصاد أم سيبقى كما هو وما حقيقة إنه فشل هذا الاقتصاد في حماية المواطنين؟ هو في الواقع من حيث الفشل فشل يعني وبدليل يعني حتى قبل يعني أزمة كورونا يعني إذا تحدثنا عن الأزمة العالمية اللي مر فيها الاقتصاد في عام 2008 2009 وتداعيات هذه الأزمة التي استمرت لغاية الآن في بعض الدول في أوروبا تعبير عن حاله الفشل، وعاده يعني يتكيف النظام الراسمالي بعد كل ازمه يتكيف بهذا الشكل او ذاك بعد ما تدفع يعني الفئات الشعبيه وخاصه الطبقه العامله الثمن الباهظ لهذه الازمه، يتكيف تدريجيا الا ان هذا التكيف اذا استثنينا الولايات المتحده الامريكيه في في البلدان الراسماليه عامه لم تستطيع التكيف في مواجهه هذه الازمه، الاستثناء للولايات المتحده ليس ميزه بان الاقتصاد اكثر مرونه او اكثر قوه، لا الولايات المتحده لديها يعني الامكانيات العالميه التي استخدمتها فيما يتعلق في الدولار ودوره، فيما يتعلق في يعني الكثير، طباعه هذه الورقه الخضراء بشكل كبير جدا والان يعني تمر في ازمه خطيره هذه القضيه، كان لها يعني ميزه خاصه استخدمتها وادواتها الخاصه استخدمتها حتى تخفف من اثار الازمه العالميه. البلدان النامية عانت والأردن عانى ومن هنا عندما تحدثنا بأن الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة هو يمر في أزمة اقتصادية أو في تراجع النمو الاقتصادي هو من تداعيات الأزمة العالمية التي انفجرت في أيلول عام 2008 وبالتالي استمرت هذه التداعيات على الواقع قصة أن الآن أن يجري يعني التكيف ومحاولات يعني الدخول في مرحله جديده، هذا ضروري وهام جدا العالم الان امام ما يعرف بالذكاء الصناعي، وقضيه الذكاء الصناعي معول عليها كثيرا باخراج الازمات الاقتصاديه، لان هذا الذكاء الصناعي هو سيسهم بتخفيض كلفه المنتج، تخفيض كلفه المنتج بشكل كبير جدا وبالتالي من الممكن اذا جرى التعامل معه بطريقه موضوعيه من خلال توفير هذا المنتج بأسعار مناسبة من جهة ومن جهة أخرى أن لا يتجه رأس المال نحو فصل الطبقة العامة فصل العمال من العمل لأن تخفيض التخفيض الكلف يعني تخفيض العمالة <applause> الذكاء الصناعي تخفيض العمالة وبالتالي إذا اتجه نحو الفصل العمال عن العمل والاستغناء عن جزء كبير من الطبقه العامله هذا سيؤدي الى انفجارات اقتصاديه هائله غير عاديه وبالتالي سيعيدنا الى المربع الاول الذي برز في ثلاثينات القرن الماضي وما بعد ذلك من تداعيات، اما اذا كان من الحكمه بحيث ان يجري يعني محاوله لتوفير فرص عمل بساعات أقل وبالاهتمام برفاهية العمال فسيستمر الاقتصاد في مرحلة جديدة على طريقة يعني ما برز في أيضا ما بعد الثلاثينات من السياسات الجديدة التي طرحت عالميا بالنسبة للأردن الواقع أن الأردن يعني هو نجح في مواجهة آه ازمة كورونا م. وكان هذا النجاح مميز والعالم يتحدث عنه ونحن كمواطنين يعني سعداء بأننا تجاوزنا هذه المحنة علينا أن نستخدم هذه الأدوات التي استخدمت في مواجهة هذا العدو الخطر جدا وهو الوباء أن نستخدمه في مواجهة أيضا الوضع الاقتصادي ونجند كافة طاقات وإمكانيات الدولة بهذا الاتجاه ونزيل كل العقبات التي تعيد تطور الاقتصاد الأردني والتي سبق وأشرنا إليها وأن نخرج عن موضوع يعني زياده العبء الضريبي بل بالعكس ان نعيد هيكله السياسه الضريبيه بشكل جديد وان نخفض الضريبه غير المباشره التي تعتبر ضريبه انكماشيه تؤثر على النمو الاقتصادي بحيث ان نحفز قدره المواطن على الانفاق يعني بدلا من ان نحصل على جزء من من راتب هذا الموظف او هذا الانسان من خلال الضرائب غير المباشره، نعطيه فرصه اوسع للانفاق حتى يحل مشاكله الشخصيه، العائليه، الاسريه، وايضا ينعش الاقتصاد الاردني. اذا احنا بحاجه الى اعاده هيكله السياسه الضريبيه وبحاجه الى توجيه الاستثمار بالقطاعات المنتجه وبحاجه الى يعني توفير كل الحزم الضروريه من اجل انعاش الاقتصاد ولا ننسى هنا موضوع تمويل القطاعات المنتجه بكلف اقل عبر يعني تدخل البنك المركزي كما جرى بحاله استثنائيه لكن يمكن ان يكون باجراءات اوسع وعلى قاعده جديده كان هناك في الاردن البنك الانماء الصناعي على سبيل المثال وكان يوفر قروض باسعار تنافسيه علينا ان نعيد النظر مثل هذه السياسات ونعود الى تجاربنا الايجابيه ونطورها من جديد يعني يمكن أستاذ هنا السؤال هل فعلا تستطيع الأردن أن تقوم بكل ذلك هل تستطيع فعلا تمويل والمساعدة وضخ أيضا في السوق لإنه أظن السوق بحاجة لضخ مالي من نوع معين وأيضا إحنا عم نحكي أيضا بإعادة هيكلة الضرائب يمكن في جزء من المدخول اللي متعود عليه الدولة يقل بشكل أو بآخر هل تستطيع أن تواجه هذه الجائحة بهذه الطريقة؟ طبيعي هذه يعني مشكلة كبيرة بتواجه صاحب القرار وعلينا أن نقدم على خطوة خطوات تدريجية، م. نحن بحاجة إلى وقت كافي حتى نحقق مثل هذا النجاح، م. الموازنة تعاني من عجز كبير م. ويجري معالجة هذا العجز على حساب التنمية بالمناسبة، م. نفقات الرأسمالية تراجعت خلال السنوات العشرة الأخيرة من 20 إلى 25% من إجمالي الإنفاق إلى حوالي 10 11% وهذا واحدة من مظاهر وأسباب تراجع النمو الاقتصادي في البلاد علينا أن نعزز هذا كلفة المديونية أصبحت مرتفعة أصبحت تنافس كلفة المديونية الفوائد حوالي مليار ونص على الموازنة على الدين العام على الحكومة المركزية وعلى المؤسسات الحكومية <applause> هذه الكلفة اصبحت تنافس النفقات الرأسمالية اصبحت تساوي النفقات يعني بقدر ما ننفق باتجاه التنمية الاقتصادية عم ندفع فوائد وبالتالي هذا عم يؤثر سلبا على التنمية هذه يعني من التحديات الكبيره وهي للاسف الشديد نتيجه السياسات التي اتبعت خلال العقد الاخير او العقود الاخيره وبالتالي علينا اعاده النظر واعاده هيكله الموازنه، الموازنه بحاجه الى اعاده هيكله بحيث ان تعطى الاولويه للقطاعات التنمويه الاستثماريه من جهه وللخدمات الصحيه والتعليم من جهه اخرى باعتبار انه هذه يعني التوجهات الرئيسيه للدوله وتخفيض الانفاق للقطاعات الاخرى غير الضروريه باعتبار ان الاردن ليس دوله بتروليه ليس دوله غنيه عليها ان توجه اموالها نحو المفيد نحو النتائج الايجابيه على التصفيق. احنا دائما بكل حلقه بنحط سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي بنسال فيه عن راي الناس في موضوع اصل الحكايه هل تعتقد ان قدره الاردن على اداره ملف الكورونا بكفاءه عاليه يرفع من جاذبيته للاستثمار كانت النتيجه 8 بالمئة نعم و 22% لا، قبل ما اسألك عن ما ان كنت متفائل فعلا كما المواطنين، متفائل كما المواطنين؟ انا طبعا يعني انا انا متفائل شريطة أن تستخدم يعني القدرات والإمكانيات والطاقات التي استخدمت في مواجهة هذا الوباء تستخدم باتجاه بناء الاقتصاد الاردني ومواجهه كل الصعوبات التي تواجهه وبالدرجه الاولى توفير الشفافيه الكامله في داخل السياسات الاقتصاديه ومواجهه اي مظهر من مظاهر الفساد بحيث ان يطمئن المواطن بان البلاد تسير بالاتجاه الصحيح وان يستثمر كل فلس في البلاد نحو بناء اعاده بناء الاقتصاد الاردني ليس لدينا خيارات الا يعني. هذا الخيار الوحيد ليس لدى الأردن أي خيارات أخرى إلا هذا الخيار الوحيد حتى يخرج من هذه التحديات. سؤال الأخير. تقارير امميه تشير الى انه رح تزيد نسبه الفقر اكثر من مليون، مليون شخص رح يزيد على الفقر بالعالم، وايضا نسبه البطاله رح تتجاوز برضه عدد كبير جدا، في حال الاردن فعليا قامت بما قلت عليه وذكرته سابقا هل تستطيع ان تغني خارج السرب وحيدا بدون زياده في نسبه البطاله والفقر والجوع؟ لا لا بالتاكيد يعني الاردن سيدفع ثمن غالي مثل باقي العالم بل اكثر يعني مقارنه مع الدول الاخرى. الاردن الان يعني هو معدلات البطاله هي مرتفعه جدا عنا تقارير يعني اللي تتحدث ما قبل الكورونا تجاوزت 19% بالتاكيد التقارير الجديده ستتحدث عن ارقام فوق ال 20 25 او اكثر وهي نسبه مرتفعه جدا ولذلك علينا ان نعمل بجديه في مواجهه هذه القضايا حتى نخفف هذه الاعباء وبالمناسبه كل هذا الحديث هو مربوط ايضا بالتوجه السياسي السياسات العامه للدوله يفترض ان يعاد النظر ايضا في كثير من السياسات العامه وخاصه ما يتعلق يعني في تعميق الديمقراطيه وترسيخها ومواجهه نعم. يعني كل العوائق اللي بتتصدر نعم. لانه في نفس النهج والسياسات القائمه لا يمكن الخروج من الازمه علينا ان نطرح سياسات جديده في المرحله الجديده الخبيره الاقتصاديه الاستاذ فهمي الكتوت كنت معنا شكرا جزيلا لك <applause>